مشاهدينا الكرام، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج أجندة مكتبة الإسكندرية. تعالوا معنا نتعرف على أهم أحداث هذا الأسبوع. في إطار الاجتماعات الدورية لمركز إدارة كل من متحف ومركز المخطوطات بمكتبة الإسكندرية، عقدت ندوة تحت عنوان الفكر الإسلامي من التسامح إلى التطرف. تحدث في الجلسة الافتتاحية للندوة الأستاذ الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية. هي هذه الظاهرة التطرف بتجتذب الكثير من الشباب، وأن الظاهرة ليست ظاهرة صراع ما بين العالم غير الإسلامي ضد العالم الإسلامي أو غير المسلمين ضد المسلمين، لأنه يمكن أكبر عدد من الضحايا والقتلى مسلمين بيقتلهم مسلمين تانيين. يعني الظاهرة واضحة جدا عدديا، نمسك ورقة وقلم كده ونشوف عدد القتلى ومن قام بالقتل، التعداد بتاعها، يعني الفعلي اللي بيحصل، العمليات الإرهابية اللي بتتم إلى آخره. طب إيه اللي حصل في المجتمعات، وإيه اللي حصل للفكر الإسلامي اللي احنا طول عمرنا بنقول ده دين التسامح ودين الرحمة ودين التواصل ودين الانفتاح ودين التعارف، وعندنا من التراث التاريخي ما يؤيد هذا بما ليس له مثيل؟ والأستاذ الدكتور أسامة الأزهري. باب الجهاد مرتبط بمقصد أصيل هو مقصد الهداية، وقد نص على ذلك الإمام الجليل شيخ الإسلام تقي الدين السبكي رحمه الله المتوفى سنة 56 و700 من الهجرة في كتاب الفتاوى، في نص جليل ولطيف يقول فيه إن قوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه حينما وجهه إلى خيبر لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، دل على أن المقصود بالقتال في الحقيقة إنما هو الهداية. فإن أمكن الوصول إلى الهداية بالعلم والمناظرة وإزالة الشبهة فهو أولى. هذا وقد حضر الندوة لفيف من الأساتذة والعلماء المتخصصين في هذا المجال. استمرت الندوة على مدار يومين، وكانت محاور جلساتها تدور حول نشأة التطرف في الفكر الإسلامي وتساؤلات بين التسامح والتطرف في الفكر الإسلامي المعاصر. أسباب ظهور التعصب كثيرة، ولكن يأتي على رأس هذه الأسباب التعليم. لا شك أن غياب التعليم بشكله الصحيح وغياب الثقافة الوسطية سبب رئيسي في وجود التطرف الفكري، إلى جانب أمور أخرى كالفقر مثلا. هناك ارتباط شديد بين ارتفاع نسبة الفقر وبين ميل هؤلاء الفقراء إلى التحزب وإلى الانضمام إلى بعض الجماعات الدينية المتطرفة. نفس الكلام يقال على الجهل. الجهل والفقر يتلازمان كسببين رئيسيين في موضوع التطرف الفكري أو التطرف الديني. نظم مركز الأنشطة الفرنكوفونية بمكتبة الإسكندرية بالتعاون مع جمعية ذكرى فرديناند دو ليسيبس وقناة السويس بفرنسا مؤتمر تحت عنوان قناة السويس ماض مجيد ومستقبل واعد. وتحدث في المؤتمر باقة متميزة من الأساتذة المتخصصين في تاريخ قناة السويس وحاضرها ومستقبلها. إننا اجتمعنا اليوم بمناسبة مرور 545 عاما على افتتاح قناة السويس، وبمناسبة إطلاق مشروع القناة الجديد وحفر
القناة الجديدة إن تزامن كل الحدثين، ولكن لم يكن معلنا من قبل أن نعد حدثا في مركز الأنشطة الفرنكوفوني. بقى كل الإعداد لهذا المشروع منذ 8 أشهر، عندما أشارت علي صديقتي زميلتي دكتورة شيماء الشريف كتاب بعنوان قناة السويس خلال 145 عام، قراءة في مشهد الافتتاح. تناولت المناقشات حول هذا الموضوع شهور طويلة، وأيضا اقترح علينا دكتور أحمد يوسف الحديث على نفس الموضوع، إلى أن أخذ الموضوع في التكوين يوم 5 أغسطس 2014، وخاصة بعد إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدء حفر القناة الجديدة. يا لها من صدفة رائعة. مؤتمر النهاردة بتكلم عن حاجة كلنا دلوقتي بنتكلم عنها، هي قناة السويس، مشروعاتها، تاريخها، ماضيها، والحاضر اللي احنا كلنا بنتمناه، نتمنى ان شاء الله ويتحقق. اتكلمنا على مشروعين الكبار اللي بتقوم بيهم قناة السويس، سواء مشروع القناة السويس الجديدة او سواء المشروع بتاع تنمية منطقة قناة السويس. وكنا سعداء جدا انه ناس فرنسيين حاضرين، كنا سعداء ان دكاترة جامعة، طلبة جامعات جايين بيشاركوا في مؤتمر زي ده، وده بيزود الانتماء للبلد وبيعرف الناس وبالذات الشباب الصغير بقناة السويس وتاريخها وبقد ايه الحاضر بتاعها مهم والمستقبل بتاعها مهم ليهم. عشان كده احنا اتكلمنا عن قناة السويس وموضوعاتها، هنتكلم كمان عن التحديات الاقتصادية اللي بتواجه قناة السويس، خصوصا التحديات نتيجة الأزمة المالية العالمية اللي حصلت من سنة 2008، وبعد كده نتيجة توسع قناة بنما، وايه السياسات اللي بتاخدها قناة السويس عشان تواجه مثل هذه الأزمات الاقتصادية ان شاء الله. قناة السويس حاليا بتنفذ مشروعين مهمين جدا لتنمية مش قناة السويس ولا منطقة قناة السويس، لكن لتنمية مصر وأيضا لرخاء العالم كله. قناة السويس بتنفذ حاليا أول مشروع هو مشروع قناة السويس الجديدة، ده بيهدف إلى جعل حركة الملاحة عبر قناة السويس في كلا الاتجاهين بدون توقف، وتقليل زمن الانتظار من 8 إلى 11 ساعة. المشروع الثاني هو مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، وده بيهدف إلى جعل منطقة قناة السويس في الشمال والجنوب باستغلال الموقع الجغرافي المتميز والإمكانيات الطبيعية والبشرية المتاحة في هذه المنطقة، في تحويل منطقة قناة السويس إلى مركز اقتصادي وتجاري ولوجستي عالمي. هذا وقد تم خلال فعاليات المؤتمر افتتاح معرض للصور والرسومات الخاصة بحفر قناة السويس ومراسم افتتاحها. تضمن ملتقى الأفلام الروائية لشهر نوفمبر بمركز الفنون بمكتبة الإسكندرية مجموعة متنوعة من الأفلام للمخرج اليوناني أليكوس ساكلاريوس، وذلك بالتعاون مع المؤسسة اليونانية للثقافة. Εντάξει κύριε, σταματήσα. Του σταματήσαν. Κρίμα. Έλα εδώ ρε. Πετράκι. Για πάρεις μια ταλαριά σαν πιατάκι του καφέ. Ο Γυραλαίος. Ναι. Ρε Παυλάρα ρε. Ρίχ τους δυο βολτίτσες. Μπράβο. So I would like to congratulate
Bibliothèque Alexandrina that for this collaboration of screening these movies of five comedies produced and directed by prominent Greek director Alekos Sakellarios. Alekos Sakellarios was born on 1913 in Athens and died on 1991. He studied law, but he did not work as lawyer. He wrote plenty of plays for theater and then for cinema. And also at the beginning of the Greek television broadcasting, he started to direct series of Greek comedies. So he was a very active person that his movies of 50s, 60s and 70s attracted the Greek audience in Greece and abroad. مشاهدينا، ندعوكم للحضور والمشاركة في الفعاليات والأنشطة المختلفة التي تنظمها المكتبة خلال الأسبوع القادم. لمزيد من المعلومات وللتعرف على كل ما هو جديد بمكتبة الإسكندرية، زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.bibalex.org، وانتظرونا الأسبوع القادم وحلقة جديدة من برنامج أجندة مكتبة الإسكندرية.